المشاهدين ديالي المغاربه، الحنان، الكرماء الطيبين، تحيه لكم بزاف. كنشكركم على كل ما كتقولوا في حقي ولا اللي في حق العائله ديالي. كنشكركم، تحيه للمغاربه فيما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه لخوتي الجزائر كذلك اللي تيحبونا وكيبغيونا وكيموتوا علينا. تحيه لكم حبايبي كلكم داخل الوطن وخارج الوطن ولكل الشعوب العربيه. كنشكركم بزاف، واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شي حويجات. خليت تعطيكم التحيه. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا في صحه جيده نتوما وليداتكم. ودابا عندنا اخوتي المشاهدين السلطه مشات تقادنا، دابا راكم عارفين تكون نهار التقاديه اخوتي. دابا حيتين وجدوا العرس، ان شاء الله يا ربي دعواتكم معنا يكمل علينا سيدي ربي، علينا وعلى وليدات المسلمين كاملين اخوتي. ودابا السطيب هاد النهار مشات قدانا، راكم عارفين يدو بوحدو قسما بالله، راه مناك الخدمه البارح واليوم باش يمشي يتقدى. راكم عارفين انا اللي نعاونو ونمشي معاه، راكم عارفين رجيله ولكن ربي عوينه ونعاون كل واحد. هادشي اللي طلبت الخدمه، اضطريت طلبت من الشاف انه يعطيني هاد الاسبوع اللي دابا باقي كامل ان شاء الله باش نقضي الحويجات اللي خاصني، وبزاف ديال الشغال وراكم كتعرفوا يدي وحده. واخا الاخوان تيعاونوني ولكن شي حوايج خصني نقضيهم انا بوحدي. مازال الشغالات بزاف اللي مازال خاصني، هذا الاسبوع كله فيه غير السبب وجهي، ما كاينش الراحه ابدا. نتمنوا دعواتكم معنا ان شاء الله، توقفوا معنا، ادعوا معنا، يكمل علينا الله عز وجل بالخير. باغي نكمل هذه الفرحه، هذه اول فرحه وغادي نكملها ان شاء الله. ونتمنى لكم انتم تفرحوا معنا وتفرحوا مع جميع خوتنا المسلمين. واليوم غادي نشارك معكم، لان ما تقديت في الحانوت واحد الصديق ديالي اللي عنده هادشي ديال المواد ديال العطريه وداكشي ديال الفواكه الجافه بزاف الحوايج عنده، اضطريت انا ما لقيتش فين نصور مع المحل. المحل كبير ولكن والله صافي غادي نوقف ونمشي صغيره شويه، وكيكونوا الكليان بزاف ما قديتش نصور تما، وانا كانت يدي بوحده ما كان معايا حتى شي واحد، فاش غادي نصور نوري للناس؟ كنخاف نصور شي واحد ونصدق في مشكل، ما عندي علاش نوقع الصداع تما مع شي واحد. كاين بزاف اللي كيقول لك ما تصورنيش، يعني ما خصنيش نبان ولا شي حاجه، هما حقو. ونتمنى ان شاء الله عز وجل تقبلوا على عمكم الطيب بهذا الشيء اللي جاب ان شاء الله. وجبد لي انت اللي غادي تسفلي دابا، انت اللي تولي واللي درناه الحباب ديالي خصنا نشاركوها معكم. احنا في دراسه تحضيرات العرس كلها نشاركوها معكم اخوتي، كثير قلت القليل نشاركوها مع العزاز الغاليين فيكم. والله وصلنا هذا الشيء، ودعوا مع اخوكم العربي، دعواتكم معنا، والله يجعل ربي يخليكم لينا ويحفظكم ويحفظ لكم الوليدات ديالكم اخوتي. دابا كما كتشوفوا دار البرقوق، فين كان كما كتشوفوا اخوتي اربعه الكرات ديال البرقوق. فتح لهم شي واحده، فتح لهم شي واحده، فتح لك. راه سكوتشي ما فيهمش رقم واحد في البرقوق. شي 90 درهم الكيلو هذا تقريبا، باش طايح البرقوق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. الله يكمل، الله يكمل علينا بالخير ويكمل على وليدات المسلمين كاملين اخوتي. ودابا راكم عارفين التقضية ديال العرس، راكم عارفين اخوتي كل شيء على عينيكم، وكل شيء ما ديروش حتى شي حاجة بلا بيكم اخوتي. يعني هذيك غير جبت وريتها لك، هادي كدير 75 درهم القريعة. احنا خصنا دوك السطور الكبار، هادي هادي عسل غالية، اخرى العسل ديالها شوية رخيصة. هادي المهم جاتك شانطية دوخي منها انت وتاكلي انت ان شاء الله. انا خوتي الحلاوة كاع ما عندي مع الناس اللي يجيو لنا الضيوف. هذه الا جيت شتي، هذه الا جيتي ديريها هذه دابا، هذه في كل محط تقريبا غتحطيها في ثلاثة المحط كاع. ما قادوش خصك هذوك ديال 5 لتر، خصك واحد الزبالة بزاف والله خوتي. وغاديين علينا شوية خوتي، كي قال لنا حنا هذا هو العرس الفال الأول أخوتي، ومازال ما كنعرفوش دابا كي والله ما كنعرفو بالله، والله ما كنعرف هادشي، ولا كنسير هادشي، ولكن سيرنا على راس خوتي وداكشي، ولكن هداكشي صعيب صراحة. اللي كيقول لك العرس سهل، سهل في خوتي، صعيب وصاير فيه كثير بزاف. كلشي دوزو الله خوتي بالصبر والصحة والسلامة. والله كلشي كلشي كي قال هذا، ولكن الحمد لله معنا ومعاكم أكيد خوتي غيبقوا معنا وغيساعدونا في المتابعة ديالهم.
غادي يدعموني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تعاودكم معايا ووقفوكم معايا بالابوني ديالكم باش توقفوا مع السلعه. ربي الله يجعل ربي يوقف معاكم اخوتي. كي قال هذا خوتي راه العرس صعيب الحباب ديالي وحنا عمرنا ما تقادينا العرس. انا تتقصي الوالده تنقول لها شحال امو شحال هي اللي مجربه وهي اللي كي قال هذا دارت للوليدات راه شي خمسه ديال الدراري اللي دارت لهم العرس. ما حنا هذا هو الاول اخوتي دابا حنا ندربوا ان شاء الله عرس مريم قالنا دربنا والسي محمد ان شاء الله يا رب. دابا هذا نحبوا كيما كتشوفوا الزعفران اخوتي كاين جبير البزار كيلو من الحجر فراوله معاك الله يقاد وي راه الضروبه والدجاج نقدر نجيب كيلو ونص صافي شاط عايشه في الدار السته اي ولا تنزيد تنزيد حقوق ثم خوتي العطريه هي هذه راه بدا مشي تقدا العطريه هذا مول العطريه خوتي العطريه عنده غزاله يجيبوه من عنده العراس الفراح العياد للدار لكل شيء والله عنده العطريه زوينه كنتمناو كي قال هذا تقادنا ان شاء الله تحت البركه هذا الشيء كتحقر على اللي تقول تحقر كل شيء غلا وكل شيء ولا دابا هذا شويه هذا شحال تقولي دابا انت هذا الفلوس قولي انت مع بالك 40000 ريال 30000 ريال 30000 ريال هذا عطيني هاد الكريتيرات هادو هاد القريعه ما مدات غلاف العافيه العافيه ولدي 1500 درهم مليون مليون كتعود بحال باش تجيب لك تجيب لك الا جبت لك مليون ما بقاش كاين ما تنقول لك انا كتجبد كتجبد 4000 بحال الا جبدتي 10000 درهم وانا 100000 هو حتى في الكسوه راه والله الا 100000 ما شريت لي حتى لعبه غالي كلشي عافيه العافيه البرقوق كنا كنجيبوه ب 600 700 500 400 كان غير 400 دابا ولا ب 90 درهم الكيلو 90 85 80 داكشي على حسب البرقوق كلشي خوتي غلا العافيه كلشي غلا والله يعطينا بالروح والدعوات ديالكم حنا نبغيوكم غير اللايكات والبارطاج هذا هو البارطاج اما تقولوا حنا راه كنسعاو ولا ما كنسعاوش اخوتي زعما قلنا هذه الهضره ولا شي حاجه كنشرك مع خوتي هذه انا حنا لا كان اللي غايقول كنقول خوتي بحيت كنشرك معاهم داكشي اللي عندي نخرجوا له لا ماشي على كل ماشي تنقول على كل شيء على عام ما تقولوش انا حنا كنسعاو اللي بغينا كنسعاو كنسعاو والله ما كنسعى حتى شي واحد عندنا احبابنا اللي كنسعاهم راه كاين ما عندناش راه مع سنواتهم كثيره عليا الله يكبر بهم الله يخليهم حنا كنولي داك الشيء كنوريهم اي حاجه شاركتي معاهم الشيء اللي جبتو كتشاركوا معاهم بسيارو بكل شيء ولا خاتي طو ياك هما كيقولوا لي شيك معايا اي حاجه شيكوا معنا كل شيء صغير ما يمكنليش نخبى عليهم راه هو الراد مي كان شريته ونقول لهم شريته جبت اي حاجه كتشارك معاهم والله بالله بهم باش حنا وصلنا لهاد العزاء لا ما كناش هما ما غنديروش هاد العزاء يمكن ما نوصلوش لهاد الشيء ولدي بصراحه واش على ربي ما غناش نوصلوا له لكن الحمد لله وصلنا حويجات ومازال نوصلوا حويجات اخرى ان شاء الله ضروري باذن الله الله يخليهم لينا وبهم هما ان شاء الله الله يخليهم لينا الله يحفظهم لينا الله يسخر فيهم ويسخر في وليداتهم حنا كنسبقوا في الخير والله ولكن ولكن هذيك هذيك اللايك اللي كيديروها هي القهوه عند الله سبحانه وتعالى هذيك بصيمه ان شاء الله اي حاجه وضعتيها في هذه الدنيا ولدي ان شاء الله اي حاجه وضعتيها في هذه الدنيا الا عليك يوم القيامه حجه باش تكوني عارف صبعانك كي كي زوينه درتيها زوينه كيقول لك راك درت يوم القيامه زوين درتيها خايبه قال لك سبحانه قال لك سبحان الله العظيم قال لك صبعانك كيشهدوا فيك شهدوا فيكم جلودكم أيديكم ورجولكم وجلودكم بما عملتم اليوم يشهد عليك أي حاجة كتقرأ كتابك كتنشر عليك الكتاب ديالك أقرأ كتابك اليوم كفى عليك حسيبا نتمنى الله عز وجل يرحمنا العسل وتجيب زبدة وتجيب كل شيء ويصوب الله عطيني فيديو اخر ان شاء الله فيديو مقبل ان شاء الله نشارك معاهم دابا غدا ان شاء الله تشارك معاهم الضروبه واخا غدا غدا ان شاء الله جات الضروبه وجدت لي داك السيد صاحبي غدا ان شاء الله نشارك معاهم اما غدا ولا بعد المهم حنا في اراده الله عز وجل بحيث الضروبه شويه راه وفرحانين على خوتي لان الضروبه جاتني قاصحه بزاف ربي يخليكم دويين انا الحد اللي فات انا الحد اللي فات مشيت للسوق ما كاين غير 300 300000 وشي شويه 300 و 30000 ريال يعني بحال غنقولوا 16500 باش قطعوها لي وحده يعني مليون ونص و 30000 ريال وجاتني الغلا وقلت لك السيد حاول قال لي المهم غادي نمشيو للسوق اخرين
ونشوفوا مع السوق شويه كاين الغلا شويه الحنواشي كلها غاليه وعلى من ما حطيت يدك دابا فهاد الساعه الاسعار كلها غاليه كلشي نتمنى الله عز وجل يصوب الله انا وفق الجيم ربي كبير سبحانه الله ما خفات عليه خافيه ان شاء الله كلشي غيدوز باذن الله والدسي العربي هادشي معاك ان شاء الله غير تكمل الفرحه ديالك انت خذ راحتك ارتاح هذا ما كان عارف موينتي وبا ما يدوزونيش اللي يخليهم ليا حتى المشاهدين ديالنا ما يدوز المشاهدين تاعهم كلشي اللي عندهم وليدات كلشي كفرحان الله يسمح لنا الله يسمح لنا من الوالدين هادشي اللي كفرح وليداته نتمنى الفرحه ديالنا تكمل ان شاء الله وتكمل الجامع ماشي غير لينا اي واحد عنده شي فريح الله يخلي له وليدات تكمل عليه يا ربي على وليداتي وليدات المسلمين كاملين وهادشي اللي كاين عاوتاني تانايا شنو نقول لكم اخوتي مجي عاوتاني نرد على الوالد في ساعات الخير ان شاء الله تكون مزيان نرد له ثاني في ساعات الخير تكون بخير الله يحفظك ليا بغيت تعيش مهني مرتاح هذا هو اللي بغينا بغيت تعيش غير بحال كيما عشنا امك واخا هكاك صيرنا واخا صير ما لقاش بحال التصير ديال الوالد اللي صير عليا هذه حياته كامل هذا ضرب تمارة علينا الله يسامحك وليدي ضرب يسامحولك جعلوا لك الله هادشي كاع اللي صيرته عليك واللي ضربت عليك تمارة بغيتو لك رضا الله يحفظك اولي تفرش به وتغطى به يمشي معاك ويجي معك الى قيام الساعه من غير اليوتيوب اخوتي من غير هذا اخوتي المشاهدين هذا اليوتيوب ضرب سميره الوالد ها كنا الله يجعل ان شاء الله اجرنا عليهم بغينا نتاجروا بغينا نديروا الخير بغينا حنا من هالدنيا لله حنا من هالدنيا ديما كنقولوا نقولوا هالدنيا ما بغينا منها والو بغينا نعيشوا بغينا حتى حنا نوصلوا شي حوايج زوينين ولكن بغينا نديروا زوين بغينا الله حتى حنا باش يدير معنا زوين حتى حنا كنديروا زوين كما الله عز وجل تحني صوبنا الطريق ديالنا ولوليداتنا تكون زوينه ان شاء الله تحياتي وهذا هو اللي بغينا شكلنا مع خوتنا التقضيه هذه نتمنى التقضيه تقبلوا عليها وديروا معنا ابوني انا كنوصيكم ابوني كنتمنى نوصل ابوني هاد 100 كات توصل لي قبل العرض ديال العرض باش يكون رقم قياسي فرحان ما بين باش تسالي الحفله العرش تكون الحفله ديال 100 كات يكون كي قال هذا فرحتين فرحه ديال الفرح ديالنا وفرحه ديال 100 كان ان شاء الله كلشي قريب عند الله تحياتي ليهم نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله السلام عليكم تحياتي ليكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تلقاو فيديو اخر ان شاء الله